الحقيقة كمان بمناسبة كلامنا عن الجمهور، فأنا محتاج أقول كلمتين كده وأجرنا على الله. الرياضة يا جماعة ما اتعملتش عشان نشتم بعض ونتهم بعض ونخوض في سيرة وعرض بعض. يعني صدقوني والله العظيم اللي اخترعوا الكورة لو كانوا يعرفوا إن ده كله هيحصل ما كانوش عملوها. فلما يكون فريقي مغلوب أو متأخر في النتيجة، ده جزء من الرياضة، إنك تخسر تخسر تكسب تتعادل، ده الطبيعي، ده وارد جدا لأي فريق. ممكن فريقك ما يكونش أحسن في أحسن حال، لكن إنك تصب غضبك كجمهور على فرد واحد وشيله الليلة كده زي ما بيتقال، رغم إنه بيخوض اللقاء وعنده ظرف صعب جدا، شقيقه متوفي قبلها بيوم أو يومين وبيحاول يفصل، لأن ده عن شغله، لأن دي حاجة إنسانية، ولكن هو مش عايز يبقى مقصر في شغله. ده الحقيقة أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وبيتهيألي إنه كمان مرفوض من كل الجماهير طبعا، وبالتحديد جمهور نادي الاتحاد اللي عمل القصة دي، وبصراحة خرج لاعب من اللعيبة المؤدبة جدا جدا جدا، لعيب قلة طبعا من جمهور الاتحاد، مش جمهور الاتحاد كله، ولكن أحمد يحيى واحد، أنا الواحد نزل في الملاعب وغطى ماتشات كتير في كل الفرق اللي لعب فيها أحمد يحيى، سواء الاتحاد سواء سموحة سواء الإنتاج الحربي لما كان بيلعب فيه، لعيب مؤدب جدا وأخلاق جدا، فكانت لقطة بصراحة صعبة جدا. صح، وبتبقى صعبة جدا ان انت فعلا زي ما قلت ترمي الحمل كله على لاعب، تشيل الشيلة كلها لاعب معين، وخصوصا انه يا جماعة يعني ظرف زي ده انتوا ازاي ما ازاي مش قادرين ترحموا لاعب في ظرف زي دوت، يعني ظرف صعب جدا. والحقيقه انه لقطه الهجوم على احمد يحيى حارس الاتحاد السكندري، وبعد كده خروجه منهار بالشكل ده، بتمثل بالنص الوجه القبيح لكرة القدم، للأسف حاجة صعبة جدا. للأسف ما حدش بيحس بقيمة الكلام اللي بيقوله والكلام اللي بيطلع منه والانتقادات الصعبة اللي ساعات بتوجع قوي، غير لما تشوف أثرها على اللي قدامك. أنت ما بتشوفش اللي قدامك ده بيحس بإيه أو حالته النفسية بتكون عاملة إزاي بعدها، لأنه يعني تبقى حاجة صعبة جدا. لكن أوقات بيبقى مهما كانت حاجة سلبية أو مهما كان في سلبيات، كمان ساعات بيكون مع السلبيات دي بعض الإيجابيات. من أجمل بقى الإيجابيات اللي شفناها هي حالة الدعم الكبيرة اللي تلقاها أحمد يحيى، مش بس من بقية الجماهير أو من جماهير الاتحاد السكندري. طبعا احنا كنا بنتكلم عن قلة قليلة طبعا، أو قلة هي اللي عملت المشكلة ديت وهي اللي انتقدت بالطريقة الصعبة ديت، لكن أكيد كل جماهير نادي الاتحاد السكندري أكيد رافضة أكيد حاجة زي كده. وكمان عايز أقول لكم إنه كافة أفراد الوسط الرياضي، حتى كمان من فريق سيراميكا كليوباترا نفسه اللي كان خصم الاتحاد في المباراة، كلهم يعني واثقين انه اكيد اللي حصل ده كان ظرف صعب جدا على احمد يحيى، واكيد كانت حاجه صعبه. وكمان الناس كانت بتتمنى ان هو يتراجع عن قراره الانفعالي اللي هو اللي طلع بعد المباراه وبعد الانتقادات طبعا الصعبه اللي اتعرض ليها. بنتكلم عن القرار الخاص باعلانه الاعتزال امبارح بالليل، لانه قرار الحقيقه وقت يعني صعب جدا، يمكن الموضوع شوية حاجة نفسية، أكيد ده قرار مش سليم، وممكن يكون قرار طلب طبعا صادر من سبب اللي حصل له ده، ومستحيل إن هو ينهي مسيرته بسبب حاجة زي كده، بسبب شوية ناس ما عندهمش شعور بالآخرين قالوا كلام يعني ملوش لازمة. فما افتكرش انه ده ينفع خالص ان هو يقدم استقالته بسبب حاجه زي كده او يبعد عن كره القدم بسبب حاجه زي كده. فاللي انا حابه اقوله انه يا جماعه ارجوكم احنا مش في حرب، ده ملعب، احنا بني ادمين في المقام الاول والاخير، يا ريت نحس ببعض. ارجوكم ما تحملوش حد فوق طاقته مهما كان السبب او مهما كانت المبررات، ارحموا يرحمكم الله. يعني موقف ده برضو فكرني بموقف لسه برضو حاصل من كام يوم، وهو الكلام عن احمد علي لاعب المقاولين العرب، اللي الناس بعد المباراه طلعوا وقال لك ده ضيع بالقصد ضربه الجزاء امام نادي الزمالك، والكلام اللي دايما الناس بنحاول ان احنا نلاقي اي حاجه كده نلبس الزمالك فيها. نفس الكلام ده حصل برضو على احمد علي، انتقادات سلبيه كتير وكلام يذبح كتير وهجوم صعب جدا على لاعب زي احمد علي. يمكن احمد علي يا جماعه
بشوفه يا احمد ان هو يعني هو لاعب غير موفق زي ما كنا بنتكلم انا وانت، هو غير موفق في ضربات الجزاء. صحيح. وده بيحصل، ده كان بيحصل لما كان بيلعب معانا وضيع قبل كده ضربات جزاء. فليه بنحاول ان احنا نلاقي اي حاجه لنادي الزمالك عشان نطلع نادي الزمالك ان هو غير جدير بالفوز؟ يعني ده دايما بيبقى حاجه صعبه جدا. وبعدين احنا اتكلمنا في موضوع احمد علي، يعني احمد علي برضه نفس الموضوع، الناس كلها مسكت فيه واتكلمت. صحيح. مش احمد علي انا وتشابه اسماء، احمد علي انا بقول لك ايه احمد علي اللي مسكاني ضيعت ضربه الجزاء اللي مش انا والله. فاحمد علي على فكره ضيع مع نادي الزمالك، ضيع في مازيمبي في دوري ابطال افريقيا 2014، والماتش ده كان او ضربه الجزاء اللي ضاعت امام مازيمبي خرجتنا من دور المجموعات ساعتها في المنافسات يعني في 2014. ف وبعدها على فكره وهو بيلعب مع المقاولين احرز ضربه جزاء في نادي الزمالك واحرزها عادي جدا، وكان جنش هو اللي واقف وقتها. وفي الدوري ده انت بدات نزيف النقاط من المباراه دي، فالراجل يعني مش هيبقى عامل ده كله والراجل بيلعب بقمه الرجوله وبيلعب بفير والراجل تاريخ وراجل دولي لعب في منتخب مصر، ان الناس تمسك في الحته دي. لا، امسكوا كل حاجه، عشان في ناس واحنا عارفين في حاجات كده بتتوزع عشان الناس تنشرها وتملى بيها عقول الناس اللي مش بيتقصوا الحقيقه في بعض المعلومات. اصل احمد علي لعب 12 ضربه جزاء ولا 14 ضربه جزاء، ضيع اتنين بس، فالاتنين دول ضيعهم قدام الزمالك، فدي طبعا احصائيه احنا عارفين طالعه منين وطالعه ليه. زي برضو شائعات كتير جدا طلعت برضو على ماتش نادي الزمالك وغزل المحل، في حاجات كده معروفه قوي واتفقست يعني اتحفظت. يا احمد بيحب يطلع نفسه كده بالشكل ده، يعني مفيش لاعب بيحب يطلع نفسه ان هو مقصر او ان هو بيلعب بالزبط وحش او ان هو اداء وحش مهما كان. فنرقف بالناس، بلاش ندخل في نوايا الناس، بلاش نذبح اللعيبه، بلاش نمسك لاعب معين ونذبحه زي ما اتكلمنا، بلاش الانتقادات الصعبه اللي بيتم توجيهها طبعا من الناس على السوشيال ميديا. طيب خلونا نقفل ملف كرة القدم ونروح لخبر مهم جدا، اكيد كلنا لازم نبارك لمنتخبنا الوطني لكرة اليد بتأهله لبطولة العالم في بولندا والسويد طبعا السنة الجاية، بعد الحقيقة اكتساحه منتخب الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد عشان نضرب موعد نهائي مبكر، موعد ناري مع تونس النهاردة الساعة 9 بالليل، واكيد المباراة هتتعرض على قناة اون تايم سبورتس 3 في لقاء دور نصف النهائي. والحقيقه يا احمد انه يعني احمد الاحمر ورفاقه ماشيين بشكل كويس جدا في البطوله. بالظبط زي ما انت قلتي، وكمان ده بيوازيه الجمهور المصري اللي ماشي وعامل لوحه فنيه بصراحه، شفناها كمان في ماتش الجزائر الاخير امبارح في مباراه كانت مهمه جدا. اتمنى ان شاء الله يملوا بقى الصاله النهارده تاني امام تونس، ماتش صعب جدا وقوي جدا، تقريبا اقوى منتخبين في افريقيا كلها، منتخب مصر طبعا ومنتخب تونس. فان شاء الله نكمل على اللي احنا ابتديناه. ومنتخب اليد على فكره بيوصل للنهائي او للمربع الذهبي للمره رقم 23 من اصل 23 مشاركه، يعني دي العلامه الكامله في الوصول للمربع الذهبي. طب توصل 23 مره في 23 مشاركة، فكرة اليد المصرية بخير وأبنائها ورجالتها زي ما بتقال كده حاملين درع التفوق في كافة المحافل والبطولات إن شاء الله بنتمناها مصرية.